لا خطوط حمراء ولا محرمات، لا الأصل ولا المنهج ولا الرفاق، خارج الحال التي تقتضي القاعدة محال استمراره. وفق هذه المبادئ وغيرها يدير أبو محمد الجولاني دفة هيئة تحرير الشام وما تحمله من إرث ممتلئ بالتشدد والتشعب، لينقلب على البدايات بتغييرات عقائدية وتنظيمية ذات براغماتية توصف في بعض الأحيان بالكاسرة للقوالب جميعها، وإن كان كثيرون يؤكدون أنها شعبوية تهدف إلى نسخ الطبيعة الأصيلة بشكل دخيل. الأعوام التي قاربت من العشر على تأسيس جبهة النصرة التي شهدت تحولات جذرية بالفكر والسلوك والمظهر على الصعيدين المحلي والخارجي في مسعى لا يعرف الكلل أو الممنوع للخروج من عنق زجاجة الإرهاب نحو الفضاء المقبول المهدد بالتعمق أكثر في كهف التصنيف للمرفوضين والملاحقين. الجولاني القائد الذي لم تعرف هيئة تحرير الشام وأشكالها السابقة غيره، سعى إلى سلسلة من التغيرات بدأها داخلياً مع الانتقال من مرحلة القائد المجهول الاسم والنسب والشكل المتحدث بلغة يحيطها بإطار من الخصوصية إلى شخص يظهر في كل مكان وفق ما تسوقه العدسات التابعة له، بالتوازي مع قيادة مرحلة تصفية منظمة للقادة وشركاء التأسيس الذي لفظهم سيل التحولات ليقود مرحلة إزالة الرفض الداخلي من ملغمة تنفجر بعد كل خسارة إلى ظهور يلحق كل انتكاسة أو مأساة. لم يكن هدف الجولاني في جهوده المتواصلة الشأن الداخلي، فهو يحكم القبضة جيدة على مناطق انتشاره من دون أي منافس، فإما معه أو على قوائم الإزاحة بالقوة، لذا يقرأ كثيرون الانقلابات على القاعدة ورفض تمدد الجهاد نحو العالمية أحد أهم مبادئ القاعدة. الرحم الذي ولدت منه جبهة النصرة أصل الهيئة، وما تلاه من تشكيل هيئات إدارية ومؤسساتية بمرافقة تعديلات بالمصطلحات وصولاً إلى العقيدة التي استخدمها كفكرة مطواعة في مشروع يتجاوز الحدود الضيقة لساحته نحو وجوده على الطاولات الخارجية كفاعل في أسوأ الأحوال، وإن كان المنى بالحصول على مسمى شريك. نسخ القواعد واستبدالها بأخرى مغايرة، تعهدات وعروض وحملة علاقات خارجية مكثفة كانت مساحة للخلافات بين الباحثين ومراكز الدراسات التي انقسمت بين من تؤيد استحقاقه للاختبار وترشيحه للقبول به كطرف، وأخرى وهي كثيرة ترى أنها دعوات مشوهة تمنح أمراء الحرب وتغيب السوريين من سلطته وتقوض مصالحهم وتطلعاتهم المدنية.